السلام عليكم. سلام. هلا اجيب لك ماي وانا. جايب لك انا بعد ماي. بتوعد مع علي قبل اسبوعين يشوف المباراة يشوف. وين رايح؟ بتوعد مع علي قبل اسبوعين بيروحون يلستون، الحين بيروحون. الحين تروحون يلستون؟ سحب علي اخوي، سحب علي اربع مرات. لا والله. تكون تروحون الحين؟ لا والله ما ثاني مرة. اي ثاني مرة السحبة. مواصل؟ لا والله. بس عشان تثبت وجودك. لا. ها. طفشان يا اخي اسبوع، كل ما اتذكر اثنين دراسة. ما تحس ان مت بهذا الواقع اللي انت عايشه. يلا يلا يلا. لا لا نبدا الحين. لا لا قريب مشوار. وش معاكم؟ صدق والله. يلا يلا سلام. السلام عليكم. هني فيكم فلوق جديد. طحن جوال رايحين بيوت. قريب من بيوت. قريب من البيوت. لحق خرفه. بس انا السالفه ما ادري بها الحين. انا حسبت ان بنذبح، طلعت ما راح نذبح، بنروح نشوف خربان. هو اتوقع يبي يصرفهم ولا بيخليهم عنده؟ لا بيصرفهم كلهم. فلازم نشيل اللي نبي. مو بالشيء اللي تبي، لا قصده انه يكون ديل معه. ايش بتسوي معه؟ بنشوف الوضع كذا. لان الربع هنا وكل الشعب هنا منقطع، عندهم اي شيء يعني ما في اي. فبنروح هناك واحنا بنشوف الحين. دبروا خليكم معانا ونشوف ايش السالفه. لا الامان، لاني شغلت السويتش فصل على طول. ايش مدري ان السياره اشتغلت؟ شو اسمه عشان العداد اللي داخل عشان ليش الحريق. وكيف درى ان لا تقول عداية تكنولوجيا ما ادري. بس ليش حطيت عذر انك فتحت السويتش توقف؟ ما توقف الحين جرب خلني احطه وشغل وشوف ايش رايك. اه يلا فاضيين. ها اي ما عندنا شغله. ليش هيك طلع معلومه نجلس تخنق ما اعرف ايش فيها بعدين. يلا جرب وخلك دقيقه. هلا فتحته. خلي السويتش، خلي السويتش شوي. انا مفتوح. سويت نفسك ضغطت في ذا اللي فوق. بعد نفس الكلام. ايه. لا هاوي الخوي. يعني بس لانها فاضية. فاضية. فاضية عبا الحين؟ لا فاضي ذا التانك فاضي في هواء. اه ممكن. غريبة انها 9-9. لا والله عدت 9. عدى راح. وين الكود؟ ما في ازرار. اه والله حركات. الحين راح نشوفهم بشيك عليهم تقريبا. ابو نمر طبعا هو اللي يعرف الاشياء ذي. بنرجع بوزمن بنشوف كم خروف راح ناخذ. بعدين نرجع مره ثانيه هنا ناخذهم. بس ذي الاشياء يمكن ما ادري هل تاخذ بكره او بعد بكره نسوي ذي الاشياء كلها. والله ايوه. طيب شو تسوون الحين؟ هل خلاص ما اكلم الشباب انا عشان كذا تسوون بس 100 دولار 100 دولار اسوء من شو اسمه روكسان وكبر اللي عنده روكسان. كم وصلت روكسان؟ 150-180 اللي قبل اسبوعين اخذناها 50. والله بس هذا اللي صغار. ذيك بكم؟ هذيك صغار. ذيك ذيك صغار صغار بس ان كيف اقول لك انا ابغى شيء عشان اضحي به. اوكي عرفت؟ فودي اجي اضحي اليوم واخلي بعد مرتضى بعد اكيد يبغى وبجي انا مرتضى. بس انا بضحي بس ماني ماخذها كلها للبيت يعني باخذ بعضها بحطها في بيت خليفه بيتك. انا اللي بجي انا احطها باخذ. يلا شيء يلا تبي شيء؟ هذه ب 2000 دولار بالله. وينها؟ سقعت 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 سيارته ب 2000 دولار؟ هذا تخرخر سياره بعد. يلا هياك. شوف الزحمه كيف؟ اليوم الرجوع الطلاب للجامعة. هنا بقى تقريبا 5 أيام على بداية الدراسة فكلهم رجعون السكن هنا. السلام عليكم. رجعت معكم بعد يمكن 6 ساعات. رجعت مع ابو نمر ونمت توني صاحي. شوفوا من دجاني تتوقعوني منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. تو جاي أمس من السعودية. طبعا اليوم تاريخ 22 أغسطس صح؟ تو جاي. شوفوا التغير، شوفوا النظارة جديدة وحركات خلاص ما في في شنب يعني طلع؟ شنب. اوكي. ما الفوكس يبين. بس والله كاشخ اشوفك تغيرت من جيت من السعودية. احس انك انسان ثاني. محلى محلى والله. قال تمر كثير.
وين الصويل الصويل شنو ذا الصويل؟ هذا طين مال النبتة. من متى من متى على الشيء انت خواجه؟ ايش المشي ترى ما في اسم بس اوف تسوي خواجه اشتري زوالي لا يا عبد الله ترى متغير كنادر وحركات ومرضى اوكي هذا ما ادري متى يكبر دار عم دار عم خش دغري على الخاصة يتكلم عن ذي اللعبة اللي يبشون يقتلون فورتنايت انا ذكرى ما يعرف يلعب انا طبعا ما العب ولا شيء ذكرى ما خوي فلوقك ذاك اللي نزلته ترى هدفت انا ما نزلت اصلا لانك ما تعرف تلعب فالحين يقول تعال لما تشنج من السعوديه وجايب السماعات ما بعد شوفك خلاص يعني الحين جايب الأدى عنده يبي يوريني بس انه يعرف يلعب لها ظل نظاره يلا كيف ليه المقاطع اللي تنزلني فيها يوصلون فوق 250 لاني انا موجود المقاطع اللي ما انا موجود فيها عد 30 هذا واجد خمه اللي تنزلهم بيبي تقصد منه الشرد الجهة في غيرهم شوفهم الدور الثاني احنا احنا منين جايين؟ ها؟ منين جايين؟ كيف جايين من الممر صح؟ شرينا اغراض صح؟ شقة في السيارة بتمشي الحين بنشغلها عبد الله فورتنايت ونشوف اللعبة شلون انا بتشوف اللعبة الحين يقول انت بتعرف العب ما ادري شنو شوف شوف ايش جايب لي جايب لي سويتش عشان بس ابي يهزمني قدامك هذا الموجود كنت جلست هذا الموجود تسجلها للتاريخ انا والله صايد طقطقه والله فلوقه هذا هذا موجود احمد ربك اللي يعرف يلعب يصير يلعب في كل شيء جوكر لا تسوي نفسك انه خلاص بتاخذ حد عاد ما تحكم على اول جيم ثاني جيم عاد ما اعرف انا ثاني جيم معروف زي الاسد شوف تبي تصير قباله ترى موجود ها في كرسي عندنا لا 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 اوكي يعني في كل مكان عادي انت طيب بدا لعبه الحين نشوف الحين بيتحجج ولا ما يتحجج سويتش سويتش ما عليك من المهم من اللعبه هذه موجوده سويتش ولا عاد صخر شوف وين صبعي هنا متعود عليه اوكي اوكي بس اقول العب بس العب ترى والله الزرار يلعبونها والله صعب ترى ما راح نغير الفلوق هذول بس هذه اللعبه ترى بعطيك فرصتين بس ذي الفرصه فرصه ثانيه بس لا تقول بعدين شفني بلاي ستيشن ما ادري شنو خلاص اي ممكن لاني والله ضايع ولا خطواتي ذي انا والله ما ادري انت اللي تلعب مسوي نفسك فهيم فيها لا في واحد صدق لا والله طلعت خطوات والله سويتش والله كان الحين بنيت مو قلعة بعد. الحين هذا اللي يقول يعرف يلعب. ما شوف 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 اليد. شوف اليد. أحمد الشاهين يقول تعرف تلعب ما أدري شنو. شوف اليد. أحمد الشاهين ترى لعب بسويتش. والله ممتاز ده. يا رجل ندبشه والله لعب يا رجل. والله ندبشه. فرصة ثانية فرصة ثانية أنا أحب. أصور له. طلعت كذا طلعت كذا يا عبد العزيز. أحمد هذا اللي تقول عبد العزيز يعرف يلعب. عبد العزيز احمد هذا تقول له عبد الله يعرف يلعب جايب لي سويتش ما اخذ دقيقتين ايه سنه اول فوز لك ترى مسجل باسمي انا اللي مفوزك صراحه اللي اشوف بعيوني الحين ما اشوفك تلعب ما تعرف تلعب ما تعرف تطلق ما طلقت لدرجه انه يصحيني من النوم يجيني يقول لي تعال العب ما يشغل بالك هذه شهاده انا اشوف يلا يلا واحده ثانيه عنده اي بس قلها الحين بعد من السويتش نقزت وطحت وبتموت من السويتش اوكي نقتلوك الحين من السويتش احنا ما عندك علاج
من السويتش ما يحطون علاج لك على السوم. هذا علاج شغل وراك. لا ما زال علاج قنابل. كم واحد هم؟ 14. هذا متهم منين منين من سويتش؟ والله في ايه والله من سويتش. تعلم سوني تعال. والله لا يقولون تعرف تلعب يا خوي. شفت الجرافكس كي؟ ها؟ الجرافكس لا واضح هو ترى الجرافكس من نظارتك اللي ما تعطيك عادل. والله اتوقع خلاص شفت اللعب. عبد الله ما يعرف يلعب فورتين من فورت نايت. تعال عند خليفه الحين. ما راح لا لا خلاص. عبد الله انت شفت تلعب اللي يعرف يلعب. ما عندي مشكله ما يتحدى. ما هو ما يعرف يلعب في نايت الفلوق. لا تخبره معاك في اللعب. لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشر المقطع معك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. ولا شفت واحد اسمه شو اسمه اللاعب؟ عبد العزيز. النكليم حقي كذا مكتوب بفاس انا. لا انت مين انا؟ لا اسد. اذا شفت القط والنكليم لما تجيب السلام عليكم. السلام عليكم. هذا اخر واحد اذا ذبحه ينقل يفوز. نشوف الحين اللعب شلون. طبعا رجعت شقلت اللعب على شانه بس علشان نشوف. قم والله ما ابي العب خلاص. انا زهقت كله. ابي موت بطلت اللعب. ذبح 9 في السوني ما سويت ترى. شلون؟ والله حيمد. ترى بس على اللعبه دي اللي يلعبون فيها ترى ما بنفس البلاي ستيشن. هو جيم الا تحكم ما بنفس البلاي ستيشن. الجيم الثالث قلت لك